أعزائي المشاهدين، ودايما تحيا مصر، تحيا مصر بشعبها وجيشها وشرطتها بحماسها وبحماس ولادها، ومهما جات لهم من صدمات وضربات هم قدها وبيتصدوها، بيتصدوها بالعزيمة وبالقوة اللي موجودة في المصريين من زمان، من أيام الفراعنة لغاية دلوقتي. ما احنا ولاد الفراعنة ولا إيه يا جماعة؟ أعزائي المشاهدين، بيسعدنا لقائنا مع سيادة اللواء سيد نوار، لواء مهندس بالقوات الجوية سابقا، والأستاذ عادل درة الكاتب والصحفي. أهلا بحضراتكم معانا. أهلا يا فندم. الحقيقة الموضوع النهاردة يعني إلى حد ما فارض نفسه، الحديث فيه فارض نفسه علينا بكل ما فيه، سواء كان بالأمس والنهاردة ما حدث من ضربة جوية رائعة. فابدأ بحضرتك كده سيادة اللواء، ونقول قراءة حضرتك إيه لبيان القوات المسلحة والضربة الجوية، خاصة أن حضرتك كنت أحد نصور القوات الجوية بالقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا بحب أقدم التعازي بسعادة الشعب المصري وعز الشعب المصري في شهداء الحادث بتاع امبارح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا عايز أقول كلمة في الأول قبل ما أتكلم على استراتيجية القوات المسلحة وإزاي بننفذ وكده. أي عمل إرهابي من أي جماعة إرهابية فتش عن الإخوان من أول حسن البنا وسيد قطب واحنا ماشيين، تمام، علاقتهم مرتبطه كلها ببعض بجميع الجماعات. صحيح. نيجي بقى للقوات المسلحه. من اول ما حصل عمليه الاختطاف واخذ الـ21 مدني اللي هم عاملين فقراء رايحين بيجروا ورا لقمه العيش. صحيح. بدانا في تجهيز المسرح الدولي. ولازم نخلي بالنا من النقطه دي قوي. القوات المسلحة عموما العقيدة القتالية فيها وحسب يمين الطاعة اللي بنقسمه واحنا بنتخرج ان انا بدافع عن مصر داخل وخارج الجمهورية. تمام. علشان اتحرك خارج الجمهورية لازم المسرح الدولي يبقى جاهز. الدول الكبرى مش هتسمح لي، خصوصا ان احنا مستهدفين. صح. حتى سواء صديقة او غير صديقة. فبدأنا لو تفكرك حضرتك من أول حادث الاختطاف. صحيح. بمخاطبة وزراء الخارجية الدول أمريكا، إيطاليا، فرنسا. والدول العربية، ده لتجهيز المسرح السياسي. لما حصلت المجزرة بتاعت امبارح كان لازم يجتمع مجلس الدفاع الوطني، وده يعني معناها ان احنا خلاص يعني في حالة حرب. أعلنا الحرب على الإرهاب خارج الجمهورية علشان نقدر ناخد طار ولادنا. تمام. ده مصري مهما كان. المسرح الدولي جاهز، اتخذ القرار، واللي الناس لازم تفهمه ان القرار ده مش عشوائي وما اتدربتش مواقع مش مرصودة ومش معروفة. معروف ان حدودنا الاستراتيجيه، يعني مش زي داعش ما طلعت البيان والقناه الجزيره بتقول ده ضربوا اطفال وما استهدفوش داعش والكلام ده. الحدود الاستراتيجيه لعمل القوات المسلحه تبدا من هضبه الاناضول في تركيا. تمام. بجنوب اوروبا. ده شمالا، جنوبا حتى اخر منابع النيل. شرقا من اول ايران، غربا لحد مضيق جبل طارق والمغرب. تمام. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لازم عيوني بتكون موجوده في هذه الاماكن. ولازم عندي سلاحي يطول هذه الاماكن. فالجيش المصري اذا كانوا فاهمين غلط انه ما عندوش هذه الامكانيات يبقوا غلطانين. القوات المسلحه بتنفذ مهامها بكل دقه. معنى كلامي ايه؟ ان كل ما يحدث في ليبيا مرصود. تمام. كل هذه الجماعات بمواقعها، بمستودعات الذخيره بتاعتها، بمراكز التدريب بتاعتها مرصوده ومحدد اماكنها. فلما اتخذ القرار امبارح والرئيس عبد الفتاح السيسي قال بنحتفظ لنفسنا بحق الرد. صحيح. كويس. مش معناها ان انا هرد بعد شويه او هرد بكره او هرد بعده. هرد امتى؟ دي بقى سيارة. هنا بقى عنصر المفاجاه. ناس انتظرت قالوا بقى يبقى حلني على ما نرد وحلني مش عارف ايه. كويس. فكانت الضربه الجويه
على أماكن محددة ومرصودة بإحداثيتها وعمليات القذف بالطيران بالذات بتتصور وبيتصور الهدف وهو صحيح. بيحترق مش بيضيع فعلا. بيجي مع الكاميرا قبل كده طيارة فيها الكاميرات بتاعتها بتصور في أول بأول. لو نلاحظ خبر بدأت نزل امبارح متأخر شوية من الجيش الليبي كان بدأوا بقذائف مدفعية على أماكن تجمع داعش من على مسافة 180 كيلو تمام. فالعملية فيها تمهيد وفيه وتنسيق أيضا فيه تنسيق مع الجيش الوطني الليبي بالضبط. المشكلة هنا دلوقتي لما اللي عملوا داعش وأعلنوا الحرب عليها في سوريا والعراق جابوها لنا في ليبيا طلعوها لنا من ليبيا دول ناس اولا هم يعني كتير منهم وقيادتهم مستحيله يكونوا عرب او مسلمين حتى نفس طريقه اللهجه بغض النظر عن اللهجه والاطوال والكلام ده انا رصدت صوره منهم لواحد منهم في سوريا ومشمر الوشم اللي على دراعه لما كبرته على الفوتوشوب مكتوب عليه اليو اس ارمي وهنا بقى ايه المشكله هم حبوا احنا مشغولين في الشرق يشغلونا شويه في الغرب طيب الاخوان ما قدروش يمكنوهم في مصر يمكنوهم فين في ليبيا لما اتخلقت فجر ليبيا وعلاقتها بالارهابيين الموجودين كلهم النهارده بالضغط اوباما على الامم المتحده يبعث مندوب من الامم المتحده يوفق بين الناس عشان يمكن الاخوان برضه صحيح فيمكن غالبا في معظم التورته في ليبيا كان المفروض من باب اولى مجلس النواب المنتخب والحكومه الشرعيه هي اللي يقف معاها الغرب صحيح. لكن الارهاب هو الارهاب ومعروف مموليه الشيطان الاكبر مين وبيمول منين صحيح. الناس اللي بتشوفيهم حضرتك الاجسام الكبيره دي دول مرتزقه مستحيل يكونوا مسلمين دولة مرتزقه مش اكتر لا اكثر ولا اقل واضح طبعا استاذ عادل دره لما نتكلم عن خطاب سياده الرئيس واللي يمكن بعدها الناس بقت تقول يعني انا قريت كده حاجات على تعليقات على الفيس انا مش فاهم نعم انا مش فاهم يعني انت المفروض هترد امتى عليهم كان في تحس انه ردود افعال كده لاول مره ما نبقاش فاهمين طب سياده الرئيس كان يقصد ايه من الكلمه القصيره بتاعته دي يمكن قراءتك ليها بقى كانت ازاي ظهور الفيديو اللي ظهر فيه ذبح 21 مصري بدم بارد واللي شفناه اللي هز كيان العالم كله يعني دي منظمات ارهابيه كبيره جدا بتمولها كبرى الدول وخاصة أمريكا والاتحاد الأوروبي وقطر وتركيا وهم يعني سواء بالمال أو بالعتاد أو بالسلاح أعتقد أن كان كلمة الرئيس السيسي امبارح كانت مقتضبة جدا وكان رد فعلها الناس ما استوعبتش رد الفعل يعني هي كلمة ستحتفظ مصر برد بحقها في الرد ما أبداش أكتر من كده بالزبط. فكانت يعني الناس كلها يعني بدأت أن هي يعني تنهار امتى يعني امتى يعني ايه ده ايه التحرك يعني لكن كانت له مرة كبير يا سيادة اللواء يعني هو كان التحرك كان تحرك سريع جدا وبعدين ما أبداش اللحظة أو الطريقة اللي هيبدي بها الرد صحيح. فخروج الطائرات المقاتلة الاف 16 وضرب في ليبيا وتدمير طب حضرتك مثلا من يعني من لقاءاتك مع الناس بعد خطاب سيادة الرئيس كان ردود افعالهم ايه كانوا بيقولوا ايه الناس كانت منتظره فعلا الناس كلها منتظره بقى ما احنا مش هنفضل كل يوم ننضرب صحيح يعني مش كل يوم هيموت مننا ناس ونسكت يعني اللي بيحصل في سيناء ده احنا ساكتين او الجيش بيتعامل معاه بطريقه لكن اللي يحدث بقى خارج قطر مصر وقتل صحيح. مصريين ولا ده تتعدى على السياده المصريه في كل مكان فكان رد الفعل كان قوي جدا صحيح. الناس خدت رد الكلمه المقتضبه بنوع من يعني منتظرين رد الفعل لكن كان رد الفعل كان قوي جدا وفي سريع جدا صحيح. وردود الافعال دلوقتي الناس كلها يعني متعوده تقول دلوقتي يمكن مطالبها دلوقتي عاوزين اكتر عاوزين رد الفعل يكون اكتر وضربات جويه اكتر لكن معرفش ليه ذكرني سياده الرئيس في خطابه المبهم اللي هو كان طبعا يعني بيعمل حاجات كتيره جدا يعني هو كان مهم جدا انه يعمل الخطاب ده عشان يخلي الناس كلها ما تبقاش متوقعه ان في ضربه جويه وبعديها على طول يحصل مش عارفه ده فكرني بالرئيس الراحل انور السادات لما كان بيموه عن حرب اكتوبر وكل الناس يقول لك ايه ده ومفيش حرب اكتوبر وكانت قيادات الجيش كلها اعلنوا ان هو مسافرين يحجوا او يعملوا عمره
واتاري ده حاجه شيء من التمويه كده. حضرتك يعني في وقت من الاوقات قبل الضربه الجويه اللي حصلت النهارده واللي زلزلت مش كيان عن داعش بس ولا اخوان ولا الجزيره وغيره، ده كل دول العالم، كان في ناس بدات تشكك في قدره القوات المسلحه ان هي ممكن تواجه الارهاب وداعش. راي حضرتك، وحضرتك طبعا احد القيادات اللي كنت بقول هي الـ الـ المشكله مع الاسف في المصريين مفيش وعي امني او وعي سياسي ومش فاهمين المواضيع بالظبط ايه. والمشكله تم طبعا بالذات عند الشباب، عايز يطلب الحاجه يلاقيها في سهل، يفرغ كده صباعه يلاقيها اتحققت. ده مستحيله. لابد من قراءه الموقف صح. المسرح السياسي، القوة اللي موجودة قدامي علشان أقدر أعمل الضربات دي، على فكرة معمول حسابها من زمان ومحددة، مش بس في سرت. وعلى فكرة انضربوا في طرابلس في دارنا، مش انضربوا، هم أماكن تمركزهم أساسا ومعروف أنها في دارنا. كونهم عملوا العملية دي في سرت، هم عاملينها عملية تمويه عشان تبقى بس يعني قال يعني هم في سرت. احنا ما ضربناهمش في سرت، ضربناهم في دارنا، مراكز تجمعهم كلها ومراكز التدريب اللي بيتضربوا فيها بمستودعات الأسلحة والذخيرة، وده كله على فكرة مرصود، مش مرصود. حتى بيقولوا ان فوق احد الأسطح البيوت كان في قاعدة لصاروخ مضاد للطائرات. ما هو شوفي حضرتك هتسمعي بقى حواديت كتيره وحاجات كتيره، والشباب هيقعدوا يكتبوا ويقولوا ويالفوا. والعمليه ديت يعني ايه، مش للدرجه دي. لازم يبقى عندنا وعي وما نرغيش كتير ونصدق. لازم نعرف تماما ان مش بقول دايما مش القوات المسلحه والشعب في ايد واحده. القوات المسلحه هي من نسيج الشعب، صحيح، كلهم مجندين من ابناء الشعب. الشعب اللي بيمدها بالقوه البشريه، هو اللي بيمدها بالفلوس اللي بيشتري بيها سلاح، صحيح. هو اللي بيملاها بجزائها، وبالتالي القوات المسلحه بترد له عن طريق جهاز الخدمه، صحيح. الوطنيه، صحيح. جزء كبير في الاقتصاد وجزء كبير في الامن. فلازم نبقى عندنا ثقه تماما ان هناك تخطيط وهناك عقود. هنا بقى الفرق بين القياده السياسيه حاليا والقياده السياسيه السابقه الاخوانيه. شتان بين واحد صاحب قرار وفاهم وعارف هو بيعمل ايه، وواحد طمعان في كرسي، صحيح، فقط لا غير. فيعني لازم الناس يبقى عندها وعي تروي ويبعدوا عن الاذاعات والتلفزيونات والقنوات اياها حتى المصريه الفضائيه اللي فيها، صحيح صحيح، مش بقول هشوف بيقولوا ايه وبعدين نفعل، لا غلط. احنا شايفين في الشاشه اهو الضربه الجويه وجنبها طبعا الكلاب بتوع داعش، هم واخدين شهدائنا وبيحاولوا يعملوا الفيديو ده. فطبعا اكيد يعني اكيد احنا قاصدين ان احنا نجيب الفيديوهين دول عشان نعرفهم ان انتوا يوم ما هتعملوا حاجه غلط او هتفكروا ان انتوا تهوبوا ناحيه اي مصري هتشوفوا الجزاء كان عامل ازاي، وده احنا شايفينه اهو معاكم. على فكره بالمناسبه الفيديو اللي زعوه امبارح بتاع المجزره متزع من ايه؟ من سيرفر في امريكا، والاي دي بتاعته في امريكا، ودي اس ان في امريكا. طب لحق اتصور وراح امريكا امتى؟ صحيح. فلازم نخلي بالنا. اكيد. استاذ عادل، بحس حضرتك الصحفي بقى بعد الضربه الجويه اللي احنا شايفينها دلوقتي قصادنا، يعني رأي حضرتك كان أثرها إيه على الشعب المصري بعد ما كان محبط جدا، حزين جدا، قلبه بيدمي على ولاده؟ النهاردة يمكن ردود الأفعال في الشارع ردود أفعال طيبة جدا. الناس في حالة فرحة وكأننا عدنا إلى انتصارات 6 أكتوبر و73. عادت للأسف قوة الشعب المصري وقوة الجيش المصري. الجيش المصري لا يستهان به، ده من أكبر 4 جيوش أو 10 جيوش على مستوى العالم، وهو من الجيوش المعدودة في العالم كلها ذات القوة والعدد والعدد والعتاد يعني. يمكن ده القوات حرس الحدود بالامس ارض ايضا دمرت 12 عربيه لاند كروزر اللي هي الدفع الرباعي، كانت على الحدود وكانت داخله مصر، وتم تدميرهم بالكامل من جانب قوات حرس الحدود. ده توجيه ضربه قويه للارهابيين في ليبيا، وده رساله لكل من يتسول له نفسه ان مصر مش هتقدر، لا مصر قادره على انها تصل لاقصى درجات التوصل للعناصر الارهابيه حتى لو في امريكا نفسها. اعتقد ان
من يتشدقون بالحريه اعتقد ان هم انكشفوا للعالم. امريكا انكشفت بالكامل، دول الاتحاد الاوروبي انكشفت. يمكن موقف فرنسا مؤخرا انها اعلنت ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، ده بدايه طيبه جدا في الاتحاد الاوروبي، وبدايه تحرك داخلي. اعتقد ان العالم كله بدا يعرف الارهاب ما حدث في امريكا من قتل لثلاثه مسلمين في امريكا. اعتقد ان ده يعني كان لازم العالم كله يحس باللي بيحدث ضد المسلمين ايضا في امريكا. لكن لو احنا شفنا حتى اللبس اللي هم بيلبسوه للمصريين او للطيار الاردني او هو لبس واحد ما يحدث في ليبيا هو اللي يحدث في العراق ولا يحدث في سوريا عند الامريكان في السجون الامريكيه كمان حتى في جوانتنامو كان نفس اللبس. يعني اعتقد هو نفس نفس هو ده لبس السجون الامريكي. فاعتقد ان ده مخطط معروف للعالم كله دلوقتي وبدا يظهر للجميع. العالم كله يمكن تحرك السفير سامح شكري وزير الخارجيه ورساله الرئيس قام بارساله الى امريكا والولايات المتحده الامريكيه وعقد لقاءات مع دول العالم وسفراء العالم والاتحاد ومجلس الامن الدولي. اعتقد ان ده تحرك كبير جدا، ادانات واسعه من كل دول العالم تجاه العمل الخسيس والارهاب اللي حدث تجاه المصريين. اعتقد ان النهارده الشعب المصري كله متوجه الى الكنائس لتقديم واجب العزاء في الشعب في ابناء الشعب المصري. احنا كلنا شعب واحد، ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، لكن دي خلت الشعب المصري كله بدا يلتف بقوه حوالين نفسه وحوالين شعبه وحوالين جيشه، وبيؤكد ان احنا عازمون على قتل الارهاب وضحره من مصر كلها. ويمكن ما اللي بنشوفه دلوقتي من الجماعات الارهابيه من جماعه الاخوان بزرع قنابل في بعض الاماكن، في استهداف محولات كهرباء، استهداف طرق، استهداف سكه حديد، ده كله محاولات يائسه يعني للأسف. ما هم مش لاقيين حد فبداوا يتجهوا الى داعش وغير داعش لتمويل عملياتهم الارهابيه في خارج مصر. عموما احنا بنقول بالنسبه لكل الدول اللي بتمول الارهاب وداعش وغيره، مهما كان مكروكم فربنا مكرو اكبر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنطلع دلوقتي لفاصل نشوف زياره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائيه لتقديم العزاء للأقباط المصريين أو للمصريين بصفة عامة لتقديم واجب العزاء في شهدائنا، ونرجع ونكمل حديثنا معكم إن شاء الله. عايزين نتكلم نسير نقطة السفر الخارجية امبارح بالليل. هقولها يا فندم. سلامة الوطن ودحره للإرهاب، بل ويضيف مزيدا من القوة والتلاحم للنسيج الوطني المصري. وقد صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أداء الرئيس السيسي لواجب العزاء في الضحايا الأبرياء جاء بدافع وطني وكمواطن مصري في المقام الأول قبل كونه رئيسا للجمهورية ولكل المصريين، حيث حرص على التوجه إلى مقر الكاتدرائية دون انتظار لإجراء أي ترتيبات مراسمية أو إعداد موكب رسمي. من جانبه وجه البابا تودروس الثاني الشكر للرئيس السيسي لزيارته للكاتدرائية المرقسية لتقديم العزاء في شهداء الوطن. أنا لسنا حزبا سياسيا وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا، ولسنا جمعية خيرية، وإن كان عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدنا، إننا لسنا شيئا من هذه التفكيرات، ولكننا أيها الناس فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحدده موضع ولا يقيده بيت ولا يخذ بمنه حاجز جغرافي ولا ينتهي بامر حتى يرقى الله الارض ومن عليها. باسم الحق والاسلام بقولها بكل قلبي حرام والاسلام بقولها بكل قلبي حرام.
خوف وضلال. إنها مصر. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بضيوفنا مرة تانية معنا في الاستوديو، وسيادة اللواء كان يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير الخارجية بالسفر إلى الأمم المتحدة. بحس حضرتك الأمني السبب والهدف من هذه الزيارة هي استكمالا لتجهيز المسرح الدولي. نعم. أثناء عملية الاختطاف يبقى علشان أنفذ عملية كان لازم يسافر وزير الخارجية فورا، بحيث يبقى موجود في أمريكا ساعة الضربة الجوية، ساعة الضربة الجوية، علشان يقدر يرد. لازم الناس تفهم حاجة، القوات المسلحة مش مؤسسة عسكرية بس. هي أنا بشوفي هي مؤسسة عسكرية سياسية لا تعمل بالسياسة. الله. لا تعمل بالسياسة، سياسية لا تعمل بالسياسة، تفهم السياسة وتحمي الشعب، انما لا ما تعمل تشتغلش بالسياسه. لا تمارس ده ولا تمارس ده. مش زي اللي كانوا بيقولوا ده عايزين يمسكوا الحكم، ده عايزين العسكر يمسك الحكم والكلام الفارغ ده كله. المؤسسه لو كانوا عايزين ده كانوا عملوه فعلا. يوميا على الله لازم يبقى فيه توجيه سياسي والوضع الدولي والوضع العالمي والدول المجاوره، ده بيبقى توجيه سياسي لازم نقراه كويس قوي قوي علشان نقدر نتصرف. ولازم يكون وزير الخارجيه موجود في نفس الوقت اللي فيه الضربه، في نفس الوقت اللي فيه الضربه علشان يرد مباشره قبل ما اي حد يفتح بقه يحاول ان هو يقول كلام اخر قبل ما اي حد يقدر يتكلم ويطلع الكلام الغلط اللي اتقال بعد كده، مع الاسف من عندنا من هنا. صحيح. قبل بره. صحيح. استاذ عادل، يمكن بنقول ان الضربات دي سواء كانت بالنسبة لشهدائنا اللي كانوا من القوات المسلحة والشرطة المصرية اللي كانت في سيناء من وقت قريب وقبلها وقبلها، وطبعا أخيرا المذبحة اللي حصلت في ليبيا، هل ده قلل من عزيمة المصريين؟ يعني الأحداث الإرهابية الكتيرة دي بتقلل من عزيمة المصريين ولا بتزيدهم إصرار؟ لان انا فعلا لما كنت طالعه النهارده وبقول المقدمه بتاعتي وعمال اتكلم بحماس، لا انا عايزه اقوي عزيمه الناس، مش عايزين نحس باحباط. هل هم حاسين بايه دلوقتي؟ يعني ايه؟ انا اعتقد ان الشعب المصري عمره ما حس بالاحباط، عمرنا ما هنحس بالاحباط، لا حسنا ولا هنحس بيه ان شاء الله يعني. لكن الشعب المصري عنده قوه صبر وعزيمه غير عاديه، لكن لما بينتفض بينتفض كالاسد، ما لا يبقي ولا يذر كما بيقولوا يعني. يعني الشعب المصري عنده عزيمه كبيره جدا، عمره ما كان عنده نوع من الضعف او الهوان او حاجه زي كده، لكن هو عنده عزيمه قويه جدا، وعزيمته في الله سبحانه وتعالى ثم في قيادته وبالذات القوات المسلحه وشرطته يعني. اعتقد ان القوات المسلحه لها دور كبير جدا. يمكن سياده اللواء قال ان هو الجيش بيقرا او بيقرا المشهد السياسي العالمي لتقييم الاوضاع العالميه حوالين مننا، بنشهد او بيقرا ما يدور في كل المنطقه، لان احنا منطقه محوريه. صح. مصر منطقه دوله محوريه في العالم كله، وليس في الشرق الاوسط او في دول الحوض البحر الاحمر البحر المتوسط، لكنها دوله محوريه في العالم كله. صح. وتحركاتنا يمكن مصر لها دور كبير جدا. يمكن احنا شفنا دلوقتي ردود الافعال العالميه، الشعب المصري كله طالع النهارده هيقول رايه وهيعبر وهيقول ان احنا ضد اي عمل ارهابي ضد يطول من شعب من اي شعب مصري او من اي شعب مواطن مصري. الشعب المصري عنده عزيمه قويه جدا، عنده ثقه كبيره جدا في الجيش بتاعه. صحيح. وسياده الرئيس لما قال ان مصر بتدفع ثمن استقرار المنطقه مش العربيه بس، لكن اوروبا كلها، العالم كله. يعني احنا يعني محارب يعني يمكن اتفضل بس المشكله هنا المشكله هنا ان مع الاسف وده بالكلام المتحدث الرسمي باسم البنتاجون السابق اما اتكلم على اوباما انه يساري الهوى يميل للاخوان المسلمين، هو بيدعمهم، وانا اعتقد واكاد يعني اجزم ان الاخوان المسلمين باموالهم واللوب الاخواني اللي موجود في واشنطن دعم كتير جدا 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 اوباما في حملات الانتخابيه، فلازم يرد الجميل. تمام. طيب بحس حضرتك الامني تفتكر سبب زياده العمليات الارهابيه في فترات متقاربه كده ورا بعضها، ايه السبب في ده؟ اولا احنا ماشيين، معنى كده ان احنا ماشيين صح. احنا لو ماشيين بقول لحضرتك دايما حتى بدءا من اول حروبنا مع اسرائيل كل ما نبتدي نتقدم تحصل ضربه بالنسبه لهم، بتبقى ضربه وقائيه. النهارده اسرائيل بعد اتفاقيه كامب ديفيد مقيده، ما تقدرش تبدا بضربه استباقيه، فاحنا بنتقدم وبدانا في قناه السويس الجديده. يبقى لازم تبقى الحرب
مخابراتي، في تنمية، في استثمار، الحرب مخابراتي. وكل ما هنتقدم خطوة على فكرة كل ما هيزيد. كل الكلام اللي حضرتك بتشوفيه ده في أي دولة في العالم، أي عيل صغير ما شايل شنطة يحطها جنب الحيطة ويمشي. صحيح. يعني مش مش عملية احترافية، هو وراه واحد هو اللي بيحضر القنبلة، هو اللي بيعملها. صحيح. لو لاحظنا دلوقتي هنلاقي حاجات كتيره، شويه بومب وشويه على شويه بارود على شويه مجرد بتاع، بس معمول معاه رساله كده وخلاص، وقليل اللي هي اللي فيها احترافيه شويه. فلازم نخلي بالنا، والشعب يبقى عنده واخد باله ان حتى في مؤسساتنا المدنيه اللي موجوده في الدوله اللي فيها اخواني بيلعب يبلغ عنه ويسكت، ما يسكتش ما يسكتش. عجبني امبارح مدرسه سعوديه كانت بتتصل من السعوديه بتقول ان في المدرسه بتاعتها هم بلغوا عن المدرسين الاخوان ومشوه. هايل، يا ريت مصر تعمل كده. احنا ليه ما نعملش كده؟ يا ريت نعمل كده فعلا، ما نقولش اصل ده غلبان واصل واصل واصل. لا، صحيح، فتش عن الاخوان مهما اي مهما حصل ومهما كان، سواء في كل العمليات اللي حصلت على الكنائس في مصر، سواء في نجاح حمادي او في اسكندريه بالذات كنيسه القديسين، اخوان صحيح بدراعهم. انا عايز اضيف من حاجه بقى استاذ عادل، معلش بعد اذن حضرتك لان احنا بنختم، عايز حضرتك تقول كلمه ايه اللي مطلوب من الدوله ومؤسسات الدوله والشعب المصري في هذا الوقت، ولكن في دقيقه بعد اذنك. انا هقول لحضرتك بس في عجله سريعه جدا ما يحدث الان في مصر من تربطات ومحاوله هز الاستقرار، خاصه من العمليات الارهابيه، هم هدفهم الاول والاخير عدم عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر. صحيح. يمكن ما مصر ده اللي واضح، يمكن في شهر 3 يمكن خلاص على الابواب. العالم كله، معظم دول العالم اعلنت انها ستحضر مؤتمر اقتصادي، ده بداية انطلاق للشعب المصري خارطة الطريق للمرحلة الثالثة من الاستحقاق الثالث اللي هي الانتخابات البرلمانية. صحيح. هم مش عاوزين يحدث نوع من الاستقرار. صحيح. في مصر. فهم بيحاولوا يعملوا يشككوا، يعني يشغلوا الشعب المصري بأكتر من حاجة. لكن احنا بنقول الشعب المصري قادر على التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية. الشعب المصري على قلب رجل واحد، سواء مسلم سواء مسيحي. احنا كلنا سنواجه الإرهاب حتى بصدورنا، بدمائنا، بأرواحنا، بأولادنا، بكل شيء، لأننا في النهاية أبناء مصر وستظل مصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى حافظها وحاميها الى يوم القيامه ان شاء الله. ماشي. سيادة اللواء، كلمه اخيره حضرتك بتوجهها للشعب المصري. انا بوجهها للشعب المصري يخلي باله بالذات خصوصا في انتخابات مجلس النواب اللي جاي. يعرف ينتقي مظبوط، القايمه مظبوط، القايمه مهما كان فيها من ناس هو شايفهم وطنيين، لو فيها واحد فيه شك الغيها. بالظبط. دي نصيحتي للشعب المصري. صحيح، لان احنا شفنا بيحصل ايه لاولادنا، وكل بيت دلوقتي مصري أيوة. موجوع بشهيد من الشهداء. دي واحده. نخلي بالنا بقى من باقي الاحزاب الاسلاميه او اللي بتدعي انها اسلاميه، لان هم في الوش مرايه وفي القفص اللايه، بيقعدوا يقولوا كلام في الاعلام ويرجعوا من ورا فيديوهاتهم موجوده وبينشروها. صحيح. احنا بنماين الطاغوت لانه ما بيبقى قوي عننا. دي كلمتهم المشهوره. تمام. فلازم نخلي بالنا. تمام. أنا في نهاية اللقاء بتوجه بالشكر لحضراتكم سيادة اللواء سيد نوار، لواء مهندس القوات الجوية سابقا، شكرا لحضرتك. العفو يا فندم، وتحيا مصر. مع لقاءات قادمة بإذن الله، يكون في مناسبات أفضل من كده، وتحيا مصر طبعا. مع وبشكر حضرتك أستاذ عادل درة الكاتب والصحفي، وبنقول دايما إن الإرهاب مهما كان يعني بيوجه ضربات، فضربات الجيش المصري والشعب المصري بإرادته وقوته هيبقى أقوى بكتير من أي ضربة هم بيعتقدوا إن هي ممكن تكون مؤثرة في الشعب المصري وفي أسود مصرنا الحبيبة. بشكركم وبشكر ضيوفي، وإن شاء الله بلتقي معكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وبرنامجنا البيت الكبير، حتى نلتقي لكم مني ومن أسرة البرنامج أرقى طيب الأمنيات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومهما كان اللي هشوا الطرم سيروا لعشوا، ومهما كان اللي هشوا الطرم سيروا لعشوا، واللي بيظلم يا بايا وخلى ظلمك حكاية، ندعو عليه بالهداية والرب موجود وعالي، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم، ولا دايما إلا المحبة والظلم
هو اللي راج. مين اللي خلى الأطباء تعرف تداوي الجرايح؟ ومهما كان اللي هشك يا طير مسيرك لعشك، ومهما كان اللي هشك يا طير مسيرك لعشك. أما اللي ظلمك يا بايا وخلى ظلمك حكاية، اللي ظلمك يا بايا وخلى ظلمك حكاية، ندعو عليه